بنصبح على حضراتكم، ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين انتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 26 يوليو بشكل رسمي، بعد ما تم الاستقرار على مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة. وبتنتهي المسابقة بمباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 26 يوليو، على أن يفتح القيد بعدها مباشرة. منتخب مصر لشباب السلة تحت 19 عام نجح امبارح في تحقيق أول انتصاراته في بطولة كأس العالم أمام منتخب لبنان بنتيجة 78-77. نادي روما الإيطالي أعلن تجديد تعاقده مع ستيفان الشعراوي صاحب الأصول المصرية ليستمر مع فريق الذئاب حتى 2025. النجم الأسباني سيسك فابريغاس لاعب أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وهيتخذ خطوته الأولى في التدريب في نادي كومو في دوري درجة تانية الإيطالي، واللي كان آخر محطاته في الساحل المستديرة كلاعب. نادي إنتر ميلان الإيطالي أعلن بشكل رسمي ضم الفرنسي الدوري ماركوس تورام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر. اللاعب المميز البالغ من العمر 25 عاماً وقع على عقد مع النادي لمدة 5 أعوام. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا أديل.